أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أنتم لا تبصرون؟
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء وزوجناهم
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ويطوف عليهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم إنا كنا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل
تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين
أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض آخر والله الواحد
صدق الله.